بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم إخواني المشاهدين ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. موضوع حلقة اليوم يتعلق بشجرة الكرم أو شجرة العنب، ولقد جزأت هذا الفيديو إلى ثلاثة مقاطع. المقطع الأول سأتكلم عن شجرة الكرم وكيفية غرسها وفوائد فروعها وأنواع ثمارها وفوائده، والمقطع الثاني سأتكلم عن عصائر ثمار العنب ومنافعه ومضاره. أما المقطع الثالث سأتكلم عن ثمار العنب الجافة ومنافعها، ولهذا يجب عليكم الانتباه والتركيز معي وإتمام الفيديو إلى الآخر لمن أراد الاستفادة. وكما قلت سابقا وأخبرتكم في المقطع السابق بعنوان عجائب التين، أعيدها مرة ثانية وأقول أن كل المعلومات التي ذكرتها وسأذكرها هي موثقة في الكتب والمقالات، والشيء الذي أقوم به هو نقل المعلومات وترجمة بعض المصطلحات الغير شائعة عند عامة الناس والتي تكون غير معروفة أو غير مفهومة، ويرتكز عملي ذلك بالاعتماد على مصادر التفاسير والمعاجم. وأنا هنا أختصر لكم الطريق وأيسر الفهم لكم لكسب المعلومات، كما أنني أقدم لكم مادة ذات قيمة تراثية وعلمية في نفس الوقت. وبالتالي إخواني لا تبخلوا علينا بوضع فقط علامة إعجاب على المحتوى ونشره بين أصدقائكم وعائلاتكم لتشجيعنا على المواصلة والتطوير في العمل إن شاء الله. والجدير بالذكر أنني سأقدم لكم شرح لكل مصطلح لكلمة أو مركب غير معروف أو مفهوم في آخر الفيديو، وستجدونه أيضا مكتوبا في صندوق الوصف وفي أول التعليقات بالدقيقة والثانية، حتى يسهل عليكم البحث والرجوع لفهم سياق الحديث جيدا وبشكل أسهل. وعلى بركة الله نبدأ. موضوع اليوم يتمحور حول شجرة الكرم. شجرة الكرم أكثر الأشجار نفعا وأعمها جودا، يقول صاحب الفلاحة في كتاب الفلاحة النبطية: من عجائبها أنك إذا أخذت وديها الذي تكون فيه قوة الثمرة وغرسته، فإنه يأتي في السنة الأولى العناقيد الكبار. وقال أيضا صاحب الفلاحة: إذا أردت أن تكون الكرمة كثيرة النفع قوية الأصل سريعة النماء، فخذ وديها من شجرة غير عتيقة واغرسه في النصف الأول من الشهر، والطخ رأسها بخثي البقر، فإن لها خاصية عجيبة في ذلك. وبدد في المغرس شيئا من بلوط وننخواه ليقوي أصلها، وشيئا من باقلا ليثمر سريعا، فإذا أوتي بهذه الشرائط فإن ثمرتها تكون عجيبة جدا مخالفة لسائر الكروم. وقال أيضا: إذا شققت وديها وتركت فيه شيئا من السقمونيا فإنها تطلق إطلاقا قويا. وقال أيضا: إذا أخذت وديا من العنب الأبيض والآخر من الأحمر والآخر من الأسود وشققتها بحيث لا يقع عنها قشرها وألصقت بعضها إلى بعض وتغرسها، فإنها تطلع شجرة واحدة بثلاثة ألوان: الأبيض والأحمر والأسود. وقال أيضا: إذا أردت أن يسود العنب الأبيض فاحفر ما حول الكرمة واقلب فيها شيئا من النفط، فإن عنبها يسود. وإن أردت أن لا يصيب الكرم دودة فاقطع وديها بمنجل ملطوخ بدم الدب أو الضفدع، فإنه لا يتولد فيه الدود ولا في غصن قطع بذلك المنجل. وإن أردت أن لا يصيبه البرد
فدخن الكرم بالزبل حتى يصل الدخان إلى جميع أجزاء الأشجار، ثم انثر عليها ثمر الطرفاء فإنه يسلم من آفة البرد. ويقول كذلك صاحب الفلاحة: الماء الذي يتقاطر من قضبان الكرم بعدما قطعت يقال لها دمعة الكرم. يجمع ذلك الماء ويسقى لشديد الشغف بالخمر بحيث لا يعلم فيبغضها وإن كان لا يصبر عنها ساعة. وقال الصيدلي والعشاب ابن بيطار رحمه الله: الكرم الذي يعتصر منه الشراب ورقه وخيوطه إذا سحق وتضمد بهما سكن الصداع، وإذا تضمد بالورق وحده أو مع سويق الشعير سكن الورم الحار العارض للمعدة والالتهاب العارض لهما. وعصارة الورق تنفع الذين بهم قرحة الأمعاء والذين يتقيؤون الدم والذين يشكون معدهم والحوامل من النساء. وخيوط الكرم إذا نقعت في الماء وشربت فعلت ذلك. ودمعة الكرم وهي شبيهة بالصمغ تجمد على القضبان إذا شربت مع الشراب فأخرجت الحصى، وإذا تلطخ بها أبرأت القوابة والجربة المتقرحة وغيره. وإذا احتيج إلى التلطيخ بها يتقدم بغسل العضو بالنطرون، وإذا تمسح بها مع الزيت دائما حلقت الشعر. والدمعة والمجموعة من قضبان الكرم الطرية إذا أحرقت ورشحت منها الدمعة كما يرشح العرق، وإذا لطخت على الثآليل أذهبتها. ورماد قضبان الكرم ورماد قشر العنب إذا تضمد به مع الخل أبرأ المقعدة التي قد قلع منها البواسير وأبرأ من التواء العصب. وقد ينفع من نهشة الأفعى، وإذ تضمد به مع دهن ورد وشراب وخل نفع من ورم الطحال الحار. ويقول ابن بيطار كذلك: الحرصم هو غض العنب ما دام أخضر، وهو من الكرم بمنزلة البلح من النخل، عاقل للبطن قامع للصفراء والمرة والدم، ويولد ريحا ومغصا ويضعف معدة المدمن عليه. وإذا جفف الحرصم وسحق ودلك به البدن في الحمام نفع من الحصف وقوى البدن ومنع الحصف أن يحدث في البدن في تلك السنة وبرد البدن. وعصارة الحرصم ينبغي أن تستخرج قبل طلوع نجم الكلب، ويشمس في إناء نحاس أحمر مغطى بثوب، ويترك في الشمس إلى أن يجمد، ويخلط ما جمد منه بما لم يجمد بعد، ويرفع الإناء من تحت السماء في الليل، فإن الأنداء تمنع العصارة من الجمود. ومن الناس من يطبخ العصارة ويعقدها بالطبخ، وقد يوافق مخلوطه بالعسل أو بالشراب الحلو العضل الذي عن جنب اللسان والحلق واللهاء والقلاع واللثة الرخوة التي يسيل إليها الفضول والآذان التي يسيل منها القيح. وإذا خلطت بالعسل والخل وافقت النواصير والقروح المزمنة والقروح الخبيثة التي تسعى في البدن، وقد يحتقن بها لقرحة الأمعاء ولسيلان الرطوبة المزمنة من الرحم. وإذا اكتحل بها أحدت البصر ووافقت خشونة العين وتآكل المآقي، وتشرب لنفث الدم العارض قديما من انخراق بعض العروق. وينبغي أن يستعمل ممزوجة بالماء حتى يرق ويصير مائية، ويستعمل منها اليسير لأنها تحرق إحراقا شديدا. انتهى الاقتباس. والآن سأوضح بعض المصطلحات الغير مفهومة للبعض، ونبدأ أولا: الودي. الودي يعني به الفرع. ثانيا: ننخواه
أو الناخة أو الكمون الحبشي أو الكمون الملكي أو الكمون الهندي. ثالثا باقلا، ومعناها هو نبات الرجلة، ويقال لها أيضا البقلة المباركة أو البقلة اللينة. رابعا السقمونيا، وهو نبات عشبي ويقال له كذلك نبات المحمودة. خامسا النفط، يعني به الزيت المستخرج من القطران أو الزفت، وقال أبو حنيفة أن النفط هو الكحيل. سادسا سويق الشعير، سويق الشعير هو تحميص حبوب الشعير على نار هادئة ثم طحنها ثم تغسل دفعة بالماء الحار وأخرى بالماء البارد ليزول ما اكتسبته في التحميص من اليبس والحرارة، ثم ينشف بعد ذلك في الشمس. سابعا القوباء، القوباء هو مرض جلدي شائع شديد العدوى، يصيب بشكل أساسي الرضع والأطفال. ثامنا النطرون، النطرون هو ملح يتولد من الأحجار السبخة، يضرب إلى الحمرة وطعمه فيه ملوحة مع مرارة يسيرة. تاسعا الحرصم، الحرصم هو ثمار العنب قبل النضج. عاشرا نجم الكلب، نجم الكلب وهو نجم الشعرى الذي يمكن رصده بسهولة، فهو ألمع نجم في قبة السماء وجزء من مجموعة نجوم كانيس ماجور أو الكلب الأكبر. 11 النواصير، النواصير هي حالة مرضية تتسبب في التهابات، وقد تكون النواصير في أماكن المقعدة أو الفتحات الشرجية المهبلية. 12 المآقي، المآقي هي مجاري الدمع من العين أو الماق، وهو طرف العين مما يلي الأنف وهو مجرى الدمع. وهنا نكون قد أتممنا المقطع الأول من فوائد شجرة الكرم وثمارها. وأخيرا أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، وأرجو منكم نشر هذا المقطع لو تفضلتم لكي يستفيد الجميع. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.